السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى نلقاكم في صحة جيدة كما العادة. الخوت في خبر عاجل وحصري، تتوالى تحذيرات دول العالم المتقدم تحذر مواطنيها من دخول الجزائر برا ولا بحرا ولا حتى الاقتراب من الحدود ديالها. وغادي نشوف نوريكم هالدول هذه اللي نهار على نهار كتزاد وكتحذر من هالدولة الإرهابية ديال الجنرالات اللي قتلوا مواطنين عزال في البحر. كذلك الخوت غادي نتكلم لكم على أن الجزائر الآن تبتز مرة أخرى أسرة الضحايا، وبالضبط الأسرة اللي بقى الجثة ديال داك الشاب اللي بقى في الجزائر. طالبات السلطات الجزائرية من هذه الأسرة 40 مليون اللي بغاو يسلموهم الجثة، زائد تنازل يتنازلوا أنهم يتابعوهمش في المحافل الدولية. وغادي نوضح لكم كذلك الخبر. كذلك الخوت، فرنسا تصعد من لهجتها ضد الجزائر، لأن فرنسا الآن ملزمة بتقديم تقرير حول التحقيقات اللي باشرتها النيابة العامة الفرنسية إلى الشعب الفرنسي، لأن هادو اللي ماتوا اللي تهجم عليهم من طرف الجيش هم مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، ففرنسا ملزمة باش أنها يعني تعطي التقرير إلى الرأي العام الفرنسي. إذا الإخوان بدأوا على بركة الله بالتفاصيل، فما تفخروش علينا باللايكات والبارتاج. الله يجزيكم بخير. هذا الفيديو بغينا أكبر عدد ديال اللايكات والبارتاج باش نفضحوا هالدولة ديال الجنرالات، الدولة اللي كتفهم غير السلاح وكتفهم غير القتل، نفضحوها أمام العالم بطريقة حضارية وطريقة سلمية وطريقة قانونية. إذا نبدأ على بركة الله بالخبر الأول اللي هو كندا تحذر مواطنيها من خطر تجاوز الحدود المغربية بعد مقتل سائحين برصاص البحرية الجزائرية. وهذا التحذير كيجي بعد بريطانيا، اللي كتعرفوا بريطانيا حذرت المواطنين ديالها، قالت لهم ما تقربوش من ديك الدولة، راه فيها غير الحماق، راه كيشيروا كما كنقولوا كيشيروا بالقرطاس. إذا نشوفوا الخطوة. هذا الخبر يخلف ردود فعل دولية آخرها توجيه كندا تحذير صريح لمواطنيها. نخليكم الخطوة هذا التحذير كما تشوفوه لمواطنيها الذين يتوجهون إلى المملكة من أجل السياحة من الاقتراب من الحدود مع الجزائر برا أو بحرا. قالوا لهم ما تقربوش ديك الدولة، فيها غير الحماق، فيها الجنرالات ودولة ديال العسكر. أنتم كسياح كنديين ولا كسياح بريطانيين ولا كسياح أوروبيين، فما تقربوش لهاد الدوله وما تدخلوش ليها وما تقربوش للحدود ديالها، راه عندهم سلاح تما كيتشير. ووجهت الحكومه الكنديه عبر هيئتها الاستشاريه المكلفه بالكنديين المقيمين بالمهجر والمسافرين الى الخارج تحذيرا ينطوي على تذكير بان الحدود المغربيه الجزائريه لا تزال مغلقه. واضاف، اسمع شنو قالوا لهم في البلاغ كوجا، لا تحاولوا، يعني كندا كتكلم مع المواطنين ديالها، لا تحاولوا الدخول الى الجزائر عن طريق البر او البحر، وتابع تجنبوا الابحار بالقرب من الحدود الجزائريه. تخيلوا كانها دوله يعني كما نقولوا دوله يعني ديال الجنرال ديال القتل ديال هذا، فكيعرفوا الا القتل. الدول العقلانيه الان كتقول لك هاد الجنرالات ما خصنا نقولوا المواطنين ديالها ما يقربوش عندها، ما يدخلوا ليها، ما والو. وهنا الخوت يعني السياحه اصلا كاينه في الجزائر الان غادي تنعدم، زائد ان هذا الامر هذا يعني غادي يخلق واحد الصوره قبيحه على الجزائر. اما الشعب الجزائري راه خونا وحبيبنا، انا كنتكلم على اللي حاكمين، الجنرالات اللي كيفهموا غير العقليه ديال القتل. وياتي تحرك كندا بعد تحذير مماثل صدر مؤخرا عن بريطانيا. كتعرفوا انجلترا من اكبر المكاتب ديال السياحه وديال الارصاد السياحي هما بريطانيات هنا في اوروبا. اذا بريطانيا في جميع الوكالات ديال السياحه حضرات المواطنين ديالها، وبالتالي حتى الاوروبيين يعني كيتابعوا شنو قالت بريطانيا. حتى يعني الحكومات البريطانيه الاوروبيه حتى هي غادي تاخذ نفس التحذير وغادي تعطيه المواطنين ديال اوروبا باش انهم ما يقربوش من الحدود ديال الجزائر وما يدخلوش الجزائر، لان دوله غير امنه، دوله كما كيحكمهاش القانون، ما كيحكمهاش العدل، ما كتحكمهاش مع الاعراف الدوليه واحترام حق الانسان واحترام حق الحياه، بل انهم يحيدوا لك حياتك في اي وقيته، ولو تكون عريان من هز الحجره، ولو عريان كما يعني ولادتك وامك غادي يقتلوك. يعني هكذا يعني يتم يعني الان الصوره الحقيقيه ديال الجنرالات يتم تصويرها يعني في العالم. بريطانيا والتي نبهت مواطنيها الراغبين في زياره المغرب من اجل السياحه الى ضروره توخي الحذر وعدم القيام بانشطه محاذاه الحدود البريه والبحريه بين المملكه والجزائر، يعني وزارة الخارجية البريطانية اللي دارت هذا، وكذلك الآن ديال كندا وعدة دول. حتى هنا في إسبانيا شفنا بأن عدة وكالات ديال الأسفار تحذر مواطنيها من القرب من الجزائر، لأن هناك الحياة
لا تسوى شيء عندهم، عندهم الحياة البشرية لا تسوى شيء، يعني في أي بقيتة يضربوا أي واحد. وهما الآن الخطرة أمام مأزق. الآن صورة الجزائر مشات توسخات أمام العالم. دابا راه غير تعرفوا داك الهاشتاغ ديال دولة الجزائر دولة إرهابية، راه كتعرفوا شنو داير، داير راه منتشر في العالم الآن بسبب أنه قتلت أبرياء عزال. لكن الكارثة الطامة الكبرى بأن هذا الجنرال باقي ما وقفوش، اليوم كيبتزوا في الأسر ديال الضحايا، وبالضبط الاسره اللي شادين الجثه ديال ولدها عبد العليم شوار اللي باقي مسكين الجثه ديالو باقا عند الجنرالات محتفظين بها. الان كيتصلوا بالعائله وكيقولوا لها لا بغيتي ولدك خصك تعطينا 40 مليون سنتيم، طامعين في الفلوس. قتلتي ليها ولدها اسره، شو اصاحبي شو قمه الظلم، قتلتي لي ولدها جا غير سياحه ويتمتيه على وليداته وعلى والديه. زائد الان كتبتزم كتقول لهم ما عندكمش حق، خصكم ولو حنا قلنا لكم حنا اللي قتلناهم، نتوما خصكم تكتبوا لنا التنازل بان ماشي الدم ديالنا، هما غرقوا راسهم، هما اللي تهجموا، هما اللي كذا، وانتوما ما عندكمش حق تتابعونا، ديروا تنازل باش تشوف تتابعونا تجرجرونا في المحاكم الدوليه. كذلك تعطونا 40 مليون سنتيم الا بغيتو نصيفطوا لكم الجثه، حتى الجثه كيبيعوا ويشريوا فيها باش تعرفوا مع من حشرنا الله في الجوار. الكلمه ديال الحسن الثاني الله يرحمه. شوفوا الخوت، الجزائر تطلب 400 ألف درهم لترحيل جثة شاب مغربي قتل في حادث تصعيدية. ما كيحتشموش صاحبي، والله ما كيحتشمو. وتخيل أمام العالم الآن، العالم يستنكر وكيقول شاد الحالة، والدول العاقلة والديمقراطية تنبه مواطنيها من دخول هذا البلد اللي كيحكموه الجنرالات. زائد أن الجنرالات في نفس الوقت كيخرجوا كيطلبوا 40 مليون باش نعطيكم الجثة ديالكم. ام فقيره دراوش كذا كتبكي باغا غير جثة ديال ولدها، غير تحطو غير في التراب، ما تحطو لا تيمثال لا والو، تحطو غير في التراب وتقول الله بعدا دفنتو ظلم، وخا قتلوه ليا ظلما وعدوانا، الان طالبين منها 40 مليون سنتيم. شوفوا الخوت، هو هذا الخبر. لا تزال مأساة الشبان يعني تؤجج التوتر. فبعد البيان الصحفي الصادر عن الجيش الجزائري والذي اكد اطلاق النار على السياح المغاربه بينهم من يحمل الجنسيه الفرنسية، لا يبدو أن إعادة جثمان أحد الضحايا وهو عبد العليم شوار ستكون مهمة سهلة. بعد مرور أكثر من أسبوع على وفاته، لا تزال عائلة عبد العليم شوار تنتظر جثمانه لدفنه. ما يعطونكمش لهاد الجنرالات، كيبيعوا في كل شيء، ما عندهمش أخلاق أصاحبي، الأخلاق لا قانون لا أخلاق لا أعراف لا دين لا من لا. وبحسب مراد العجام محامي الأسرة، اسمع محامي الأسرة اش قال، فإن السلطات الجزائرية تبتز عائلة الفقيد عبد العليم شوار من خلال مطالبتهم بمبلغ مالي كبير لتغطية تكاليف إعادته إلى الوطن، كما طالبتهم بالتوقيع على وثيقة تمنعهم من مباشرة إجراءات قانونية أو تقديم شكوى. الجنرالات كيقولوا لا بغيتوا ولدكم، الجثة ديال ولدكم عطيونا 40 مليون سنتيم اللي هي 40 ألف أورو 400 ألف درهم، تصيفطوها لدولة الجنرالات وديروا لنا توقعنا واحد التوقيع، واحد الوثيقة كتنازلوا فيها وكتقولوا بأنكم نتوما غاديش تجرجرونا في المحاكم وما غاديش ديروا شكوى ضدنا. علاش؟ لأن الآن المجتمع المغربي، هذه ماشي قضية دابا ديك الأسر، الآن المجتمع المغربي والمحامين المغاربة والحقوقيين كيجهزوا ملف باش أنه غادي يديوه لمحكمة العدل الدولية، غادي يديوه للمحاكم الأوروبية، المحاكم العالمية، باش أنهم يجرجروا هاد الدولة اللي كيحكموها الجنرالات. لأن لا يعقل أن جوج مساكن غير تاهو في الطريق تجلس تقرطص فيهم، خصك تشدها تعتقلها وتقدمها من العداله. انت ك ك كشرطي ولا ك ك ك كعسكري لا يحق لك اطلاق الرصاص الا بعد انك تشوف داك الشخص كيهدد الحياه ديالك انت. اما الا ما كانش كيهدد الحياه ديالك اش كدير؟ اما كتنبهو يخرج لانت فيك الاخلاق كتقول له قلت لك ترجع، اولا الا شتيه جاي بطريقه غير قانونيه كتشدو وكتقدمو للعداله والمحاكم الجزائريه كدير شغلها والقانون الجزائري يدير شغله. لكن بما انه لا يسود قانون ولا محاكم ولا عدل، فالعسكري عنده الحق بانه هز الفرد ولا هز المكحله ولا هذاك يطق كيحيد لك الحياه ديالك. وفي القانون القوانين العالميه لا يحق للشرطي او عسكري او اي من كان انه يعني يحيد الحياه ديال الاخر او يقتل الاخر، الاخر يحيد الحق ديالو في الحياه بمجرد انه دار شي اجراء غير يعني قانوني ولا شي تحرك غير قانوني. لا، فاش كيدير شي حاجه هذا اللي دار، كاين القانون كاين المحاكم، كتشدوا وكتقدموا للمحاكم. الله يجعلهم يحكموا عليه حتى بخمس سنين حتى بعشر سنين، لكن عشر سنين بالحياه، اما باش تحيد لي حياته
ما كايناش هذه ولا قانون. لذلك الاسره ديال عبد العالي مشوار ما خصهاش تنازل وما خصهاش تعطي ديك 40 مليون سنتيم، تحتسب عند الله سبحانه وتعالى وتصبر وتخلي رجال القانون المغاربه انهم يجروا هاد الدوله الجنرال دوله العار في المحاكم الدوليه، وغادي ترجع لهم ان شاء الله الجثمان ديال ولدهم بالقانون وعن طريق المحاكم الدوليه. كما كنشوفوا الخوت، كما طالبتهم بالتوقيع على وثيقه تمنعهم من مباشره اجراءات قانونيه او تقديم شكوى. وحسب العجوتي اللي هو المحامي، فان نادي المحامين تواصل يوم الاربعاء سبتمبر مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر لتنبيههم الى تاخر اعاده جثمان عبد العالي مشوار والتاكيد على ضروره حمل حمايه رفاته. يعني السلطات المغربيه الحمد لله دايره شغلها، لذلك خص الوالدين يطمنوا ويصبروا. هذا وعلم الموقع ان السلطات الجزائريه طالبت اسره المواطن المغربي المقيم في فرنسا عبد العالي مشوار بمبلغ 400 الف درهم مع الزام الاسره بالتوقيع على تنازل من اجل اعاده الجثه. اي عار واي اي اي خزي سيلحق هذه الجنرالات لقتلوا شاب بل شابين، قتلوه وحيدوا لي الحياه ديالو بدون وجه حق ولا شيء. الناس تلفوا قتلتيه، زائد انك الان كتبيع في الجثه ديالو وكتبيع في في في, في الالم، كتضحك وكتلعب بالالم ديال هذه الاسره وديال الام ديال الام ديال هذه السيده. هذاك تقول لها لا بغيتي ولدك عطيني 40 مليون وتنازلي وما عندكش الحق حتى انك تدافع على حقك امام العدل وامام المحاكم وامام القانون، باش تعرف ان دوله العسكر صاحبي الا انت عارف راسك درتي امور قانونيه علاش تطلب وتضغط على هاد الناس باش انهم يتنازلوا؟ انت دوله، انت جنرال وكذا، وقلت بانك دفعت على وطنك صافي، خلي عطي الناس الجثه ديالهم وعزيهم وخليهم يديروا الاجراءات القانونيه ديالهم. الا انت عارف بان الفعل اللي درتيه هو قانوني واخا يمشيو للمحاكم راه ما يصوروا والو، ولكن علاش كتبتزوهم وكتضغطوا عليهم باش يديروا لكم التنازل باش انهم ما يجركمش امام المحاكم الدوليه؟ ولكن والله المغاربه ما يتنازلوا لكم، المغاربه غادي يمشيو للمحاكم العدل الدوليه المحاميين والحقوقيين وغادي يجروا هذا الملف الى ان يرجع الحق الى اصحابه ولا هذه الاسره المكلومه اللي حيدتوا الحياه ديال الابناء ديالها. كذلك الخوت فرنسا حتى هي بدات كتصعد من اللهجه ديالها كما قلت لكم قبل، لان جوج هزوا الجنسيه الفرنسيه، فالان الرئيس الفرنسي والنيابه العامه الفرنسيه كدير التحقيق ديالها، لكن هي مجبره باش انها تقدم تقرير الى الراي العام الفرنسي عن هاد المواطنين اللي تم قتلهم بطريقه يعني وحشيه وهمجيه، وهم يعني عزل ولا يحملون لا سلاح ولا شيء من طرف الجنرالات. اذا الرئيس الفرنسي والنيابه العامه خصها تقدم هذا، لذلك انها كتضغط الان على الجزائر كتقول لها وضحي لنا بالضبط شنو وقع. الجزائر تتهرب، لذلك خرجت ذاك الباين اللي عامر غير كذوب حق ضربنا المحرك حق هذا. لكن فرنسا الان راها ضاغطه، وغادي كاين الان حقوقيين فرنسيين غادي يجروا الملف الى البرلمان الاتحاد الاوروبي باش ان الاتحاد الاوروبي يصدر عقوبات ضد هذه دوله الجنرالات. الملف هزوه مغاربه ودوه للامم المتحده، كذلك الملف الان غادي يمشي للمحاكم العدل الدوليه باش ان الجنرالات هادو يتحاسبوا على ما تم يعني فعله من اجرام وقتل في حق شباب السعيديه. الى هذا الحين الخوت نكتفي بهذا القدر، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج، خليونا الاراء ديالكم، بغينا البارتاج على وسع نطاق باش نحطوا هاد الدوله الجنرالات على في وجهها. ما خوتنا الجزائر راهما احبابنا، خوتنا الشرفاء اللي استنكروا الحادث وقالوا اللهم ان هذا منكر، دوك راه نتوما على راسنا وعلى عينينا. حبكم في الله، الى اللقاء.